مدى نجاح الحالة المصرية أو الدولة المصرية في بيسموه إيه؟ إنها تليق بفكرة المناخ، بمعنى أي حد في العالم مطالب بفاتورة يعملها عشان المناخ عنده، أو يبقى لائق عالميا للالتحاق بركب المناخ العالمي. السؤال، مصر عاملة قد إيه؟ مطلوب منها إيه؟ يعني محليا انت عندك في مجال التخفيف انت عامل شغل جيد، واحنا ضربنا مثالين بيهم ومحتاجين التوسع فيهم اكتر. عندك هدف طموح لزيادة اعتمادك على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في الكهرباء وفي الطاقة عموما، فده برضو هدف طموح. محتاج تعمل شغل اكبر بكتير في كل ما يرتبط بقى بموضوع التكيف، منظومة الري وإداراتها، المنظومة الزراعية، ما يعني يعرف بالنكسس. النكسس هنا أوجه الترابط ما بين الطاقة والغذاء والزراعة وإدارة المياه، يعني حماية الشواطئ، البنية الأساسية الجديدة. في إطار هذا يا دكتور، أنا مثلا موضوع تبطين الترع بتنفق عليه حوالي 15 مليار. الترع دي يمكن لم توضع في يد منذ حفرها أيام الملكية. النهارده بتدفع 15 مليار عشان تعيد ضخ المياه بشكل افضل في هذه الترع، بدون بخر، بدون تسرب، بدون ده، هل داخل في السياق؟ شوف حضرتك، علشان كده في نقطه كنت بقولها من فتره طويله، والحمد لله ان في نوع من انواع التوافق على هذه المساله. ملف تغيرات المناخ كان محصور ما بين مجموعه محدده مسانده بعلماء محترمين، اشتغل فقط على البعدين اللي كنت بقول لحضرتك عليهم، التخفيف والتكيف، واكثر كانوا في التخفيف منه في التكيف. مزبوط. لكن ما كانش موضوع بالضروره في اطار التنميه المستدامه. ما تقدرش تروح بلدنا في كفر شكر وتقول له تغيرات مناخ بس، الفلاح ممكن يقدرك برضه انه حاسس ان في بعض المحاصيل ما يقدرش النهارده يزرعها زي ما ابوه وجده كانوا بيزرعوها لاسباب مرتبطه بالتغيرات المناخيه وتاثيرها. لكن انت في العموم تقول له طيب انت بتعمل تغيرات مناخ، طب فرصتي ايه في العمل؟ فرصتي ايه في ان انا اقلل الفقر في بلدي؟ فرصتي ايه في ان انا احسن الفرص بتاعتي في تحسن المكان اللي انا عايش فيه كمبدا؟ المدن الجديده مثلا اللي بتؤسس، اللي هي كلها بتتم على اساس ان هو اللي بتسمى سمارت اند جرين، انها ذكيه وخضراء. مزبوط. فده برضه طب انت عشان كده اللي بيريح واحد زي حالاتي كده، مع تقديري طبعا للمختصين من العلماء في مجالات المناخ، خد هذا العلم استفيد منه، لكن ضعه في اطار التنميه المستدامه وتمويلها، ضعه في اطار الرؤيه بتاعت 2030 بتاعت بلدك، ضعه في اطار تحسين اوضاع الناس في التشغيل وتخفيض حده الفقر وزياده العداله في الفرص ما بين يعني المناطق الريفيه والمناطق الحضريه. قبل سيادتك ما ننهي الوقت، يعني مستقبل السندات الخضراء ايه والاقتصاد الاخضر ايه بالظبط؟ هل نحن نتكلم عن حلم من احلام البشريه، ولا بنتكلم عن واقع معاش وممكن ان يتقدم؟ يعني بص، السندات الخضراء وايضا سندات بالوان مختلفه، يعني في سندات زرقاء ايضا اللي هي موجهه في عائدها انها تحمي المحيطات، في سندات مالتي كالر او متعدده الالوان اللي هي مرتبطه بالوان التنميه المستدامة 17. السوق من السهل جدا ان هو يبتكر هذه الادوات، واتعملت بالفعل. حضرتك تعلم انه في اصدار لسندات خضراء، في ايضا صكوك خضراء، وده متعامل به في حتى بعض المدن بتوجه لها ايرادات هذه السندات. الاهم من هذا مش بس يبقى في بعض الصفقات في هذا المجال، ولكن النشاط الاقتصادي ككل، النشاط المالي ككل، انك ما تطلعش النهارده مثلا سند اخضر ب 500 مليون ولا بمليار دولار وعندك نشاط مالي في دوله ما يكون بيقوم بعمليه تلويث للبيئه او له انبعاثات ضاره. فهنا القصه كلها هي التوافق في اليات الافصاح من المؤسسات الماليه ومن الشركات ومن الحكومات حول انه كل ما تقوم به يكون في هذا التوافق. يا اما هتقوم بإهدارك بالشمال ما تقوم ببنائه باليمين. الدكتور، استضافة مصر لهذه القمة من ناحية الوزنة العالمية، من ناحية الجدارة العالمية، كيف تراها؟ يعني شوف طبعا، بص، في بدايات هذه القمم
احنا في القمة 27، ففي القمم السابقة الحديث قد يكون أكثر فني وأكثر منحصر في الأمور البيئية والمناخية. الآن الحديث كما ذكر من قبل في مؤتمر شرم الشيخ، الحدوث بقى أكثر سياسيا في أبعاده وأكثر تنمويا في حركته وفي تنفيذه. انت بتشوف النهاردة اللي بيتحاور معاك مثلا في أمريكا، كان واحد كان وزير خارجية اللي هو المبعوث الخاص للمناخ جون كيري. بتجد هذه الأوزان السياسية الكبيرة في الصين في أوروبا، فده طبعا لا يقلل من البعد الفني، ولكن أصبح الموضوع له بعد سياسي. يمكن زادت أبعاده السياسية مع مسألة الاتفاق الذي تم في اتفاق باريس وانضمام دول لها، ثم خروج بعض الدول عنها، ثم رجوع دولة ثانية، يعني في حالة الولايات المتحدة فعهد ترامب انضمت قبل كده فعهد أوباما، ثم خرجت ثم رجعت. كان ده كان أول قرار. إنك تشوف الناس سياسيا إزاي، إن واحدة من ثلاث أولويات في إدارة بايدن أما كان في حملته الانتخابية، كان واحدة من الثلاثة، طبعا كان أولها الموضوع الخاص بكورونا، لكن كان تاني واحدة أو ثالث واحدة كان بيقول لك الموضوع العودة لاتفاق باريس. فالموضوع هنا ما عادش فني، هو موضوع سياسي وموضوع تنموي، وإنك أنت تستطيع أن تجذب به استثمارات في قطاعات كبيرة وبشكل غير مسبوق وبشكل مستدام كما يقال. يعني نقدر نقول إن تأثيره يكون جيد على التنمية. أنا بس يعني أنا عندي الاستفادة المصرية استثماريا تنمويا وما إلى ذلك، هل هذا المؤتمر يحمل فرص استفادة مصرية حقيقية في هذا السياق؟ الوزارات المعنية ليست فقط، يعني زي ما أعلن السيد رئيس الوزراء، وكان امبارح كان عنده لقاء أعتقد مع رئيس البنك الدولي، كان عندي النهاردة اجتماع هناك فعلمت بهذا، أن القصة هنا في الحالة المصرية ليست فقط في كرم الاستضافة المعروفة به مصر وتنظيم الاستضافة المعروفة بها شرم الشيخ، ولكن أيضا أنك تفتح هذه الفرص للاستثمار المتنوع في مجالات الطاقة، النقل، التنمية الحضرية، الفرص أيضا اللي تيجي في إطار يعني الربط مع موضوع حياة كريمة، أنها تربط أيضا الاستثمارات في رأس المال البشري بالبيئة اللائقة، بالتعليم، بالرعاية الصحية، بهذا المشروع في ذات الوقت. فشوف يعني لو قدرنا نعمل هذه الربطة ونخلي موضوع حديث القمم وهو مهم إلى ما يفيد قاعدة الجماهير، هو ده اللي يخلي لهذه القمة الأثر المرجو من بعدها. مبسوط قوي يعني ان انت مجرد استضافة طيبة لافت قوي، وانا مبسوط ان انت سيادتك لامس موضوع حياة كريمة، يبدو ان انت معلق عليه امال كبيرة في نقلة تنموية مستدامة في مصر. انا كتبت عنده عدة مرات، ويمكن في الكتاب اللي حضرتك ذكرته هنا كان في فصل كامل مسميه محلية التنمية او توطين التنمية، ان الفكره كلها انك انت كل هذه الاهداف العالميه ازاي بتقدر تحطها باستثمارات في ثلاث مجالات: راس المال البشري، تعليم ورعايه صحيه، راس المال المادي في شكل سكن لائق وصرف صحي ومرافق حيويه رئيسيه كهرباء ومياه الى غير ذلك، زائد الاستثمار في متانه المجتمع وقدرته على التوقي ضد الصدمات. قد تكون الصدمه في شكل سيول، وانت عارف ان بعض القرى في مصر خاصة في الصعيد عانت لفترة من وجودها في مخرات السيول، انك عندك مشاكل ممكن تحصل لسبب او اخر، لانك عندك ما عندكش التجهيز انه لا قدر الله يحصل حريق في منطقة تقدرش انك تعمل لها اخلاء للاطفاء. كل هذا ده داخل في اطار موضوع التوطين التنمية، وداخل في اطار الاستثمارات الواجبة ليها.